إلى زميلتنا فاطمة في بغداد مباشرة من العاصمة حبيبة بغداد. وفاطمة اليوم لا مفاجأة، اليوم فاطمة تعدت الحدود، اليوم وصلت للإكستريم، يعني خلينا نحجز ونروح بالويكند. يلا صباح الخير فاطمة. صباح الخير وهج، صباح الخير وانيتا، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. يلا فاجئينا فاطمة، فاجئينا بدون ما توقعي. طبعا بالبدايه ما اعرف ليش احس انه انا اليوم راح اوقع. لا ابعد الشر، قلت لها يعني قلت لها سرعه قبل اللايف، قلت لها احتمال انه اخر شيء راح انتحر. لا ابعد الشر. طبعا اليوم اني اتواجد على ضفاف نهر دجله، هذا المكان اللي يربط بين الكرخ والرصافه، يعني احنا راح نعبر من الكرخ رايحين باتجاه الرصافه. تمام. طبعا الاكثريه الناس اعتمدوا هاي الوسيله، انه اليوم احنا راح اخذكم جوله اني باحد الزوارق الخشبيه اللي اعتمدوا عليها الناس، يعني حتى تخففوا من الازدحامات المروريه، خصوصا اصحاب المناطق او اهالي المناطق المجاوره على ضفاف نهر دجله، سواء من الرصافه او الكرخ، وحتى طلاب، حتى اصحاب الوظائف، يعني مثلا ينتقلون من والى. طبعا مو بس هذا، حتى المؤسسات اللي تكون قريبه على ضفاف نهر دجله، هذا الموضوع يفيد العاملين بها. هذا كان الموضوع قبل مختصر فقط على الاهالي، لكن الان زوار شارع المتنبي، مثل ما هسه راح يشوفنا المصور انه المتنبي وساعة القشلة وهاي التفاصيل، وايضا صحة وعافية على الجميع، يعني اللي يريد يروح لمدينة الطب ويعني وهاي التفاصيل. فأنا هسه راح اصعد بالزورق. يلا عم اهلك. بس ممكن تثبت فيها؟ اوكي تمام. فاطمة والله اني ما بدي اضربش عين، يعني بعدين خفضة وقعتي تقولين وهج عينها علي. أني أقعد هنا أكون هنا؟ ليش؟ ها لازم نتوازن؟ يلا أوكي تمام. طبعاً هسه إحنا راح نشغل وراح نتوكل بجولة، هاي الجولة يعني أني أعتبرها إنه هي فريدة من نوعها، هاي الجولة اللي نحكيش عليها، أو بالنسبة للجولة الصباحية ولبرنامجنا الصباحي. والله اتمنى ان تكونون ويانا، يا ريت ان شاء الله تحضيكم الفرصه ان انتم تجون، يا رب ان شاء الله. يعني هذا دليل على انه احنا بلدنا يعني بعده بخير، طبعا بلدنا بعده جميل ومحافظ على تراثه. هاي هنا قدامنا شو صرفنا او شو قال جسر، جسر الشهداء. زين هسه احنا هنا عندنا العمو موجود ويانا، زين مو صعدت ويانا اوكي، فاريدك تسولف لي على تجربتك بالزورق، شنو؟ تفضل. شلون انت يوميا تجي هنا؟ هو وسيلة نقل بس بنفس الوقت بيها متعة. انه شخص يعقوب كان يعبر مشي بهذا الحر على انه يجي فاي وزورق بالنهار، بد متعة بيها، متعة الانتقال الى جهة اخرى للذهاب الى شارع المتنبي او للرصافة. عمو اجي اذب سيارتي بالكراج بالكرخ وعبر بالزورق اروح الشارع المتنبي. يعني عمو يعني انا بدي اسالك، اولادك هم يكونون وياك يعني اثناء النزهه؟ عائلتي قياده زوجتي، عاده زوجتي وياي، لا بس اليوم هي مشغوله شوي. هي القياديه؟ لا هي قياده. كل زوجه قياده المفروض. لا العمو الحكومه عنده فتشي اقوى من الحكومه. الحكومه ما لها تاثير، الزوجه لها تاثير، خاصه اذا كانت يعني إذا كانت زينة ومحترمة. عمو عندك فد موقف صاير بالزواج، يعني فد يوم أنت صار لك كم سنة إنه أنت يعني معتاد إنه؟ سنين أنا من أهل بغداد، فسنين صار أعبر بالزواج، كل ما أجي أعبر بالزواج. شنو عندك موقف صاير؟ لا والله طبيعي نعبر هيك اعتيادي ماكو مشكله. يقولون التكلفه كلش رخيصه يعني للنقله، ايش قد التكلفه والله؟ خلينا نفتن على اهل الزوارق. لا هو دينار، يعني انا اسميه دينار، هو الف، العبور بالف والرجعه بالف، يعني فشي زهيد مقابل المتعه اللطيفه اللي بنشوفها بالنهار. طبعا وهج فانيتا، مثل ما سمعنا عمو لي يعني صعد بالصدفه ويانا بالزورق، واحنا بدنا نفطر وراح نفرفر ويانا اليوم همتين نهر دجله، ف يعني معتاد انه هو يزور شارع المتنبي ويوقف سيارته، طبعا يعني الباركات اللي موجوده على ضفاف نهر دجله،
انه الشخص يعني يوقف سيارته ويصعد بهذا الزورق، كان يتونس. واليوم الجو كلش حلو، اليوم الجو طيب، يعني حتى انه درجه الحراره يعني مو كلش عاليه والهواء كلش حلو. فاحنا هسه راح ننتقل اني وانتو اذا سامعيني وهج او فانيتا، راح ننتقل الى صاحب الزورق حتى نسولف اني زين. يصير ادلنا شويه نعم، سولف لنا الناس اللي تعتاد ان هي تصعد، يعني اكو ناس انه انت متعود تشوفهم يوميا؟ طبعا عندنا ناس معاملي عبرون ويانا عن طريق النهر، ويذبون سياراتهم بالقراج يعبرون على شارع المتنبي على مود يتبضعون، وهاي الوسيله تخفف من الازدحامات واكثر العوائل تجي لل يعني للسياحه وللعبور، يعني تقضي هواي شغلات وتختصر من الوقت. سؤال عندي ثاني اريد اعرفه، انه قبل كانت هاي الزوارق الخشبيه هي تعتمد على المجاديف، صحيح؟ انا عندي مجاديف خالي، اخاف يعطل الزورق استعملهم، ولو هو بعد يعني حتى لو يعطل الزورق يجون النجدة النهرية يساعدونا واصحابنا اهل الزوارق امينه. يعني التكلفة مالته كان قال 1000 دينار، 1000 دينار على كل شخص؟ مرات هو الشخص ينطي 1000 عبرة واحدة، يعني مو يا العبرية. يعني عادي عندك تاخذ شخص واحد لو الا لازم الزورق؟ لا لا شخص واحد عادي. متى يتحمل هذا الزورق؟ يتحمل 6 نفرات، بس اللي يعبرون مثلا يجون يجي واحد يجون 2 مرات 3 سوا. صار لك ايش قد بهاي المهنه؟ من سنه 85 سائق زورق على رفاف نهر دجله. من سنه 85 عمو قوي بالحساب. يعني انت يعني من 85 يعني بهالحاله كنت بعدك صغير، لانه ما شاء الله عليك يعني مبين بعدك صغير، كنت بعدك صغير متزوج لو كان والدك؟ لا كان والدي قبلي، اخويا هم قبلي، وتورثت هاي المهنه من عندهم. يعني صحيح انه المبالغ هي جدا زهيده، لكن انه باب رزق حلو. باب رزق حلو يعني وانسى ببلاش. وانسى ببلاش على قولتك. وهج شنو اخبارك؟ شنو اريد اسمع؟ والله فاطمة انا بس خايفة احكي ولا سمح الله يعني شوية تديجي شوية مي، لو توقعين تقولين هاي عين وهج علي انقلب. انا اليوم احسدش على هذه الجولة، يعني في ظل وجود بغدادنا الحلوة وهذه المناظر الجميلة جدا وهذه الروح اللي نشوفها بين اهلنا وناسنا، يعني ما نقدر نقول الا انه يعني ربنا يديم علينا هذه الامور، وان شاء الله انه كل الاشخاص اللي بدوا يومهم بهذا النشاط بهذا الحيوية يستمرون بكل ايامهم هيك، ويكفي فقط المنظر، يعني الصوره تتحدث، انا ما اقدر اضيف عليها اي شيء. اي صحيح، يعني حقيقه اني اليوم حبيت انه اخذكم واخذ مشاهدينا الكرام بهذا الجوله الحلوه بهاي المناظر الحلوه، يعني حتى انه مثل ما نقول انه يشوفون بقيه الناس يشوفون انه احنا بعدنا بخير، انه بلدنا بعد بخير، انه دجلتنا يعني حقيقة هذا الحب الأزلي الدجلة إنه هو ما زال موجود، يعني حتى إنه بقية المحافظات يجون أيضا كزائرين بشارع المتنبي اللي يتبضعون من منطقة الشارجة كلهم يعني يجلسون بهذا الزورق. طبعا أنا عندي فوبيا من المي وهج، فبديت أدوخ. أحس الجسر راح يجي علي أنا لو هو هيجي. هو فاطمة أنت لازم تستمتعين بكل لحظة موجودة فيها في هذا المكان. لا هو جاني أنا غيرك تتمنى يا فاطمة غيرك تبوأ من بعيد. المهم بس نعم، فهاي المنظر اليوم كان كلش حلو، أنا جدا مستمتعة، صار لي فترة جدا طويلة حقيقة إنه إحنا ما طالعين بيجي أجواء ولا طالعين إنه إحنا بهاي الجولة الحلوة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي كانت موجودة. فأتمنى إنه اليوم قدرنا نوصل صورة الزورق هذا الجميل القديم المتوارث أبا عن جد،
من قبل أصحاب المهنة اللي دايزاولوها، وقدرنا نوصل صورة نهر دجلة ومي نهر دجلة وضفاف نهر دجلة سواء من الكرخ ومن الرصافة. يعني حلو اليوم إنه إحنا جالسين بوسط الكرخ والرصافة. نعم فاطمة، بصراحة جولة رائعة، وأنا أتمنى من زميلنا المصور لو فقط ينقل لنا صورة من هذه الأجواء الصباحية. خليكم ويانا بس نستمر ونكتفي بالصورة اللي راح تكون ويانا من قبل المصور وزميلنا المصور الوياد. شكرا جزيلا لك شيخ فاطمة. نحتاج نعم بس قبل لا نختم وهج وبانيتا، أحب أقول لكم أنه إحنا راح نعبر راح نأكل من كوبة السراي. لا عوافي فاطمة، فاطمة أنا راح أسجل لك إياهم كلهم إن شاء الله، بس يكسر الجو ببغداد أجي وتسوي لنا مثل هذه الجولة بإذن الله. أكيد من عيوني، شكرا جزيلا لكم. شكرا إلك يا فاطمة، نستعرض وياك لقطات من نهر دجلة وبغداد الحبيبة. نعم